انا خريجه جامعه القاهره ومعايا بكالوريوس تجاره اداره اعمال. عندي ولد وبنت، البنت في رابعه ابتدائي والولد في كي جي 2. اما بقول لحد انا عندي 36 سنه ما حدش بيصدق ان انا عندي 36 سنه، بس انا اللي جوايا حاسه ان انا عندي 360 سنه. كان نفسي اشتغل شغل تاني غير اللي انا فيه، بس انا لما برجع بيا الزمن اقول ممكن اكون انا برضو شغلانتي مش وحشه، بتعرفني على ناس كتير وعامله علاقات بناس كتير. انا مش شايفه ان في فرق بين انك تقعدي على مكتب او تشتغلي في محل او في كوافير او في حاجه زي كده، مفيش فرق خالص. بالعكس، انت ممكن تعملي فلوس احسن وممكن تعملي مستقبل لاولادك احسن. انا عندي زمايلي بيتعمل لهم ازمه قوي الموضوع ان هي كوافيره دي، سواء بتعمل سويت سواء بتعمل البديكير سواء بتعمل شعر. اني انا اعرف ناس زمايلي مجرد ما بيجي لهم عريس يعرف ان هم شغالين كوافيره ما بيرضاش يتقدم، لانه الناس واخده فكره ان الكوافيره دي حاجه مش كويسه والكوافيره دي بنات مش مؤدبه. يا اختي بقيتش فرق، الأرض بقى الله أكبر عليه كده كده خلاص كده. خلاص يا عم بقى ما يخلص يا أخي. بنت أمك أنت إيه اللي فكرت بيا؟ فكرتني كنت ناسي. ما أنا فاكرة اللي عليا بس مش انا بحب الاغنيه بتاعت انا اللي بينكم هنا. رديت بالعذاب. رديتي بالعذاب؟ رديت عشت. يعني نفسي حد يجي يسالني ايه اللي تعبك النهارده؟ ايه اللي تعبك النهارده؟ انا بسالك ايه اللي تعبك النهارده؟ الشغل عادي، ممكن يحصل موقف مثلا يضايقك، ممكن تلاقي زميلتك زعلانه من حاجه انت مش قادره تعملها لها، ممكن ما فيش حد بيجي يقول لك مشاكلك ايه، ايه اللي بتواجهيه. ده صوت نون صاحبتي اللي مش هقدر اقول اسمها وانتوا مش هتقدروا تشوفوها. اعرفها من اكتر من 8 سنين، قضينا مع بعض اوقات طويله في اوضه السويت. نون شبهي في حاجات كتير، كنت بحس وانا بتكلم معاها اني بتكلم مع اختي، ما عنديش حاجه تكسف منها، وهي كمان كانت بتقدر تحكي لي اللي ما بتقدرش تحكيه لاي حد في الدنيا. بس اول ما ظهرت الكاميرا كل حاجه اتغيرت. انا هحكي الحكايه من الاول. اللي بلاقيه قدامي بركبه، يعني ممكن اركب حاجه من عندي الارض اللواء، وممكن حاجه من احمد عرابي وانزل اخد تاكس، وساعات اخد تاكس ساعات اخد توك توك. اللي بيبقى بلاقيه قدامي لو في عجله ممكن اركبها، لو الناس ما بتضحكش عليا هجيب عجله واسوقها. ممكن اروح من شغلي متاخر الاقي واحد ملوش ثلاثه لازمه يقول الكلام، ببقى نفسي اقول له انت عارف انا جاي منين ولا نازله منين ولا بعمل ايه. قله ادب وسفاله ورجاله ماشيه تعكس في الناس، تبقي لابسه عبايه تعكسوكي، تبقي حاطه ميك اب يعكسوكي، تبقي بتجري على لقمه عيشك، فيجي راجل ما يقول لك انت ما ينفعش انك تقعدي في البيت وتاكلي وتشربي، طب قعدني يا حبيبي في البيت وخليني اكل واشربي. وقت الجد ما بتلاقيش ما بتلاقيش رجاله، يعني فاهمة؟ تقولي ما ينفعش تجيبي لي المدرسه في البيت يا ماما. هو من دلوقتي مش حابب المدرسه؟ متعب نفسه يوم الصبح بدري. فين المدرسه اسمها؟ سمير جوهر لانجويج سكول.
بجد؟ اه والله. طب كويس. ما انا عشان لما انا اتخرجت من الجامعه ما كانش معايا لغه، معلش اشتغل شغلانه كويس. انت معايا بكالوريوس تجاره؟ بجد؟ شكلي باين عليا ان انا جهله ولا ايه؟ ما حاولتيش تشتغلي؟ حاولت اشتغل مدرسه، كانوا يدوني 150 جنيه في الشهر. بيتعبوا يعني، بيتعبوا عندنا هنا في البلد اقسم بالله العلي العظيم. ما زودني اخر الشهر زي ما انا عايزه مع ادارة المحل تاني. يعني احنا شغلنا او مصانع او اي حاجه لازم يكون انتاج، ما يبقاش مرتب، لان انت ممكن تاخدي مرتب وتشتغلي وتتفحطي دم وغيرك ياخد مرتب وما يكونش بيعمل اي حاجه، ويجي في الاخر صاحب مكان يقولك انا انت ما دخليش دخل، انت ما تشتغليش. انا دلوقتي صاحبه المحل لو قلبت عليا تقول لي مع السلامه، فين الورق اللي يثبت ان انا شغاله هنا بقالي 10 سنين؟ ها، واما اروح مكتب العمل اخد حقوقي وتامينتي. انا ما اقبلش، مش عايزه التصوير ده في محلي من الفاضي. انا ما بسمحش لحد كده، ده سويت ما تصورش عيب كده. انا ماليش دعوه بالخلاص يا كريم، انا مش حد بيصور حد بيعمل سويت. معلش ما وصلتش كده بقى، معلش ده محل اكل عيش. الله انا عامله لكم حاجه كده، محل بيه صورته كله اهو. مش عايز انا يا ستي، مش عايز هو بالعافيه. أنا صورت في المحل 5 أيام، وده كان آخر يوم ليا في المحل اللي فضلت أروحه 10 سنين. صاحبة المحل وجوزها حسوا بالخطر، حسوا إنه الكاميرا بتقول الحقيقة. صاحبة المحل وجوزها زودوا مرتبات البنات عشان يضمنوا إنهم ما يكملوش معايا الفيلم، بس أنا كنت لسه متأكدة إن نون هتكمل، واتقابلنا عندي في البيت. طب وانتي شايفه انه صاحبه المحل عملت كده ليه؟ هي كل اللي غاظها قلتها لجوزها، ولا علشان هي كمان عندها مشاكل من نوع تاني؟ انت قلتي له دول ستات شقيانه وتعبانه، فانت ازاي تقولي كده؟ طب اقول له ايه؟ قول له دول كلاب ما نسوش حاجه، كان خليك تصوري. صاحب المكان حكى لجوز زميلتي وقال له بقى دول بيحكوا قصه حياتهم، فضربت فانا اتهزقت منه في التليفون، فجوزي قلب، فدخل اخواتي، فالدنيا كلها اتربطت. طب انت ليه مش هتكملي التصوير؟ انا حسيت بقى ان زميلتي هتخرب بيتها والعيال الصغيره هيمشوا من الشغل. حسيت ان انا بكل الظروف اللي انا بعيش فيها، بس انا ما احبش صراحه اطلع جوزي شكله كده قدام الناس او عياله ما يكبروا او يعني اسطوانه حد يشوفها او حاجه. او نون اعتذرت عن التصوير عشان مش عايزة تجرح مشاعر جوزها. جوز نون بقاله 12 سنة ما بيشتغلش، وانا بقيت في مشكلة كبيرة، لان كل اللي فضل معايا من نون ايديها وشريط صوت طويل لاخر مرة جاتلي فيها البيت واتكلمنا. نزلت الشارع ادور على شخصية جديدة، بس كنت كل ما قرر اعمل فيلم تاني افتكر الجملة اللي جوز نون قالها لها: انت عايزة تطلعي رجالة مصر ما بتشتغلش ونسوانها هي اللي بتشتغل؟ المشكلة بقى اللي انت بتواجهها اصلا في حياتك مش المشكلة ان الناس تشتغل او ما تشتغلش، الرزق في الاول وفي الاخر بتاع ربنا. انت ممكن جوزك يشتغل بس هو رزقه كده، ان انت حتى ما تلاقيش حد يساعدك معنويا. انت خلاص كده كده اعتمدتي ان انت بتصرفي على كل حاجة ومدارس وعيال واكل وشرب، خلاص ما بقتش حاجة جديدة عليك، انت اتعودتي على ده. ما فيش حد بيساعدك حتى يقول يعني مثلا حتى لو شرف كوباية يغسلها. انا سبب ازمتي مع جوزي ان انا حماتي الله يرحمها كانت بت دايما يعني كان بيحصل مواقف كنت بستغرب ليها، اني مثلا انا لو ماشيه مثلا وشايلين شنط بلاستيك خد شيلها، لا ابني ما يمشيش بشنطه بلاستيك في الشارع. انت اهم حاجه الشكل قدام الناس، والناس مش فاهمه انت جوه بيتك ده بيحصل ايه. عيب تكلمي صوت عالي، عيب الراجل يقوم يساعد مراته، لكن مش عيب ان انت تشتغلي وهم قاعدين في البيت. ده مش عيب. ده مش عيب. ده مش عيب. انت شايفه ان ده مش عيب؟ لا هما اللي شايفين مش عيب.
احنا كأمهات مصريين او شرقيين بندلع الولاد قوي وهما صغيرين، ما بنخليهمش دايما يعني لو الولد والبنت قاعدين بياكلوا نقول للبنت قومي هاتي لاخوكي ميه، قومي حطي لاخوكي ياكل. مفيش مره بنقول للولد مثلا انزل هات، انزل اعمل، انزل سوا. من سن 18 19 سنه ما بتيجي تطلبي من الولد حاجه يقول لك ماليش دعوه. طول عمري كنت قريبه من بابا الله يرحمه اكتر من ماما. ماما قربت منها بعد ما اتجوزت وبدات اشتغل. طب احكي لنا عن ابوكي شويه. مش عارفه هو لو كان عايش دلوقتي انا ما كنتش اتبهدلت في حاجات كتير قوي خالص يعني. انت زي الفل مش متبهدل. بالعكس هو كان يقول لي لازم تشتغلي. اول من علمني افتح دفتر توفير هو ابويا الله يرحمه. بس عارفه ساعات كده بمر في حياتي بني ادمين تحس ان هم ملائكه معزز مراته وعارف ايه اللي بيقول عليه وبيتعامل بما يرضي الله. يعني انا ابويا كانت امنيه حياته كلها ان هو يشوفنا كويسين وان هو يموت وهو بيصلي، فربنا يعني هو مات وهو بيصلي في الجامع. اكتر حاجه كانت بتشدني فنون هي عينيها اللي للاسف معرفتش اطلعها في الفيلم. كنت كل ما ببصلها بحس قد ايه عندها اصرار انها تحقق حلمها. انا بشوف نفسي ست طموحه، لكن انا ما انا لسه ما عملتش حاجه لدرجه ان اقول لك انا فعلا ست ناجحه في حياتي. بالعكس انا بشوف ان في ستات بيكافحوا اكتر مني بكتير وبيتبهدلوا اكتر مني بكتير. يمكن تعليمي مساعدني، يمكن مستوى عيشي اللي انا عشتها مع برضه ما الواحد ما كانش في فقر يمكن ده مساعدني. يمكن قادره ان انا اعمل لعيالي حاجات. في ناس يعني ممكن تعمل ربع اللي انا بعمله بس بتعب اكتر وبكفاح اكتر وببهدله انا كل طموحي ان انا اسكن في ولادي في مستوى كويس. وقررت اني اخد محل وافتح لوحدي. فانا كان في مدينه بتتبني في الصحراوي رحت شفت الموضوع وعجبني جدا فقررت ان انا اخد فيها مكان اعيش فيه وان انا اخد محل. بس لسه مش هستلم الحاجات دي دلوقتي، المفروض كمان سنتين. فضغط على نفسي في حاجات كتير جدا عشان احقق الحلم ده. مجرد ما احققه حاسه ان انا ممكن ساعتها ابقى اكون نجحت. يعني انت ممكن تيجي كده يعني يوم فرح بنتي وابني كده لما احس ان هم فعلا خلاص بقى كده ساعتها اقول لك انا ممكن اكون ست ناجحه. ايه اكتر حاجه بتخافي منها؟ بخاف من ايه؟ انا كل امنيتي في الحياه ان انا ما اموتش وانا صغيره، اموت لحد ما عيالي بس يكبروا. بس ما بخافش من اي حاجه تاني لاني عارفه ان كل حاجه ربنا هيديها هتبقى اكيد في صالحي. لكن انا خايفه اموت واسيب عيالي ما مش عارفه ايه اللي ممكن يحصل لهم بعد كده، لان انا حاسه ان انا نقطه الامان بالنسبه لهم. نون، انا يمكن ما عرفتش اعمل الفيلم اللي كنت متخيلاه عنك، ويمكن في لحظه فقدت الامل اني اعمل الفيلم اصلا، بس انت دايما كنتي الست الجدعه اللي نفسي احكي عنها. نزلي الكاميرا ليا. Thank you.
Thank you.